طيب هاي كمان مرة بدنا ندخل نعمل configuration للنتورك الموجودة هون والنتورك الموجودة هون. عشان اعمل لها configuration لازم ادخل على الراوتر اشتغل على شوية configuration واشغل البورتس. كيف؟ بدخل على الراوتر command line الباسورد تاعت الكونسول كون 1 بعدها انيبل راح يعطيني كمان باسورد تاعت الجلوبال تاعت الكونفيجريشن فهي باسورد انيبل تمام. هلا بتدخل على جلوبال كونفيجريشن كونف تي جوا الكونف تي بتدخل على الانترفيس حكينا انه اسم الانترفيس فاست ايثرنت 0 على 0 اف اي او انترفيس اف اي 0 على 0 ممكن تكتبوها كامله ممكن تكتبوا اختصار الطريقه اللي بتريحكم. هاي انترفيس اف اي 0 على 0 زي ما انتم شايفين دخلني على الانترفيس. عشان اضيف اي بي للبورت هاي اي بي ادرس بعطي اي بي 192.168.5.1 وبدي اعطيه السبنت ماسك تاع الاي بي 255.255.255.0. اللي بيعرفش ليش كتبنا هيك يروح يراجع اللقاء السابق على اساس يصير يعرف. انتر تمام. هلا فعليا لحد الان البورت داون مش شغال. طيب عشان اشغله بدي اكتب نو شت داون شت داون بتطفيه نو شت داون راح تشغل. فهي اعطاني انه لاين بروتوكول اون انترفيس فاست ايثرنت 0 على 0 تشينج ستيت تو اب يعني حاليا صار شغال. اذا بتطلع صار بلون اخضر تمام. طيب بدي اجي على البي سي اللي هون وهي كونفج هاي ديسكتوب هاي اي بي وبدي اعطيه 8.5.5 مثلا تمام. ايه الخانة الأخيرة لا مش عادي نفس الشبكة لازم من نفس الرينج. طيب هاي بدي أعمل بينج هاي كوماند برومبت هاي بينج أفحص إنه في كونكشن أو لا دوت خمسة دوت واحد. فزي ما أنتم شايفين البينج يعني في كونكشن صح ممتاز. طيب بدي أروح أعمل configuration لهاي النتورك للراوتر. لا ممكن وانا داخل الانترفيس احكي انترفيس اف اي 0 على 1 وينقلني من الانترفيس تاعت 0 على 0 لا الانترفيس تاعت 0 على 1 او اكزت لا بس اكزت هي رجعت على الجلوبال صح هي رجعت على الجلوبال ومن الجلوبال برجع بدخل على انترفيس اف اي 0 على 1 تمام. انتر نفس الطريقة اي بي ادرس بدي اعطيه 160.5.5 شو رايكم؟ ليش؟ لانه اوريدي في عندي اي بي 5.1 صح؟ اللي هي النتورك تاعت 5 انسوا هاي الخانة الأخيرة انسوها. طيب هاي 6.1 تمام؟ طيب نفس الطريقة انه شت داون. ممكن كمان هاي اكزت هاي اكزت استخدم كوماند اسمه شو انترفيس اي بي انترفيسز اي بي سوري شو انترفيس فاست ايثرنت زيرو على زيرو ويعطيني كل الكونفيجريشن تاعون الفاست ايثرنت زيرو على زيرو. هاي بيحكي لي انه الفاست ايثرنت زيرو على زيرو از اب اللاين بروتوكول از اب كونكتد الباكيتس اللي طلعت منه واللي مرت يعني من خلاله ممكن كان استخدم اي بي
شو اي بي شو اي بي انترفيس حيعطيني فاست ايثر نت 0 على 1 از اب ويعطيني الاي بي اللي عليه، لان انا بالوضع الطبيعي مش راح ادخل اشوف على، يعني مش راح اجي هون وكليك او اشر عليها هون على الراوتر ويحكي لي شو الاي بي هات اللي موجوده، فبدي اعرف شو الاي بي هات اللي موجوده عليه. فهي حكى لي انه الفاست ايثرنت 0 على 1 اب وهي الاي بي اللي موجود عليه. ونفس الاشي اللي هو الانترفيس زيرو على زيرو، هاي حكى لي اب وهي الاي بي اللي عليه، تمام. اذا شغلي انا هيك 100% جاهز، صح؟ طيب سؤال، لو انا بدي ابعت بينج من هذا الجهاز لهذا الجهاز راح تشتغل ولا مش راح تشتغل وليش؟ مين بيعرف؟ من اي جهاز لاي جهاز؟ من بي سي 18 لا بي سي 17. اول شيء خليني اروح على بي سي 18 واعطي اي بي دوت 6 دوت 6. ليش؟ مش راح تشتغل. ليش؟ ما انت بدك تعرف، انت اللي بدك تعرف. هاي ايش نتورك وهاي نتورك، صح؟ الراوتر لازم يكون الاول. كمان مره شو حكيت؟ هلا احنا بالاساس لما جبنا مثلا السويتش، هذا السويتش تمام، شبكنا هون نتورك وهون نتورك، فيش كونكشن، صح؟ طيب جبنا راوتر وهاي نتورك وهاي نتورك ثانيه، راح يشتغلوا ولا لا؟ الجواب انه راح يشتغلوا. ليش؟ لانه وظيفة الراوتر انه يشبك بين، يعمل راوتينج بين ديفرنت نتوركس، صح؟ طيب طبعا هو مش لحاله راح نفس الراوتر مختلفات او نفس الشيء برضه بيشتغل، لو كان مثلا هاي نتورك، ما هي هاي نتورك وهاي نتورك، لا هاي نتورك هاي نتورك وهاي نتورك، بس قصدي احكي لك الراوتر الراوتر ما له لنفس الراوتر فيش له اي بي، في له اي بي للانترفيس للجيتوي تاعته، تمام. يعني هذا الراوتر حاليا في عليه بس الانترفيس فاست ايثر نت 0 على 0 و 0 على 1، كمان شوي راح نحط عليه السيريال، ممكن نزيد عليه كمان انترفيس يصيروا 4 و 5 و 6 انترفيسز، تمام. فانا ما بشبك على الراوتر كجهاز، يعني انا بشبك على الانترفيس، بعمل كونفيجريشن جلوبال كونفيجريشن وبعمل كونفيجريشن خاصه للانترفيسز، تمام. طيب نجرب هاي من بي سي 18 اعطاني فيل، صح؟ ليش فيش اي بي؟ لا في اي بي دوت 6 دوت 1 للديفولت جيت واي 8 دوت 5 دوت 1 ايش اعطاني؟ سكسسفل، تمام. لما بدي بحط الجيت واي، مش الجيت واي دائما اقل من الاي بي بواحد؟ لا فيش قاعده للجيت واي حسب شو الجيت واي. لا هلا بالاغلب بحطوا الجيت واي هو اول اي بي، اول يوزابل اي بي، يعني مثلا 1.1 او اخر يوزابل اي بي 1.254. دائما بيعتمدوا انه انت بتشوف الاي بي ادرس، دائما بحط الجيت واي اقل من الاي بي. لا شو، طبعا اذا اعطيتك انا اي بي ادرس 192.168.1.200 شو الجيت واي تاعته؟ تمام. كيف تعرف الجيت واي؟ اذا بدخل على البي سي
اذا في عندي جهاز، اذا انا مش واصل للراوتر بعرفش اشي عن النتورك، تمام، بدخل على جهاز شبك على النتورك IP config هاي الجيتوي، تمام. طيب تعالوا نشوف ليش لما حطينا الجيتوي، اول شيء لازم احط الجيتوي. ليش الجيتوي؟ اللي هو بحكي لل انه اي شيء ما بتعرفه بهاي الشبكه روح طلع لي على الجيتوي، تمام، اللي هو الراوتر. طيب تعالوا نشوف ليش وصل من بي سي 18 لبي سي 17. اذا بدخل على الراوتر وبكتب شو اي بي راوت، تمام، هذا الكوماند شو اي بي راوت راح يطلع لي الراوتينج تيبل اللي موجود في الراوتر، تمام. وهي في عندي هون الاحرف وكل حرف على ايش بدل، يعني زي ما انتم شايفين في عندي حرف السي هون. اذا باجي بنتبه الكود تاع حرف السي كونكتد، صح؟ صح؟ طيب الكود تاع حرف السي، هاي حرف السي، الكود تاعه انه ايش؟ كونكتد، صح؟ ايش يعني هاي؟ طبعا في عندي اس ستاتيك اي اللي هي اي جي ار بي ريب. الراوتنج بروتوكول بيعمل ليرنينج وبيبني هاي البروتوكولز بعدة طرق. ممكن يكون الكونكتد نتوركس، يعني النتوركس اللي مشبوك عليه بشكل مباشر لحاله بيعمل لها ليرنينج، بيحطها بيضيفها للراوتنج بروتوكول للراوتنج تيبل، تمام. ممكن في نتوركس بعيدة زي هيك، إذا أنا أجيت حطيت كمان راوتر هيك وفي انترفيسز، هاد ما فيش فيه. لنفرض بديش أطفي الجهاز وأشبك انترفيس، لنفرض إنه في عندي كمان جهاز هون، يعني في عندي سلك بين هذا الراوتر وهذا ومع هذا الراوتر جهاز 19. جهاز 19 بده يصل جهاز 18، مش راح يصل جهاز 18. ليش؟ بدون تدخل مني انا كادمنستريتر وندخل اعمل راوتنج بروتوكول مش راح يصل الجهاز. ليش؟ لانه هذا الراوتر، راوتر 7 بالراوتنج تيبل راح يكون يعرف راوتر 6 وراح يكون يعرف بي سي 19، بس هو ما بيعرف هاي النتورك اللي موجود فيها بي سي 18، تمام. لانك راح تدخل على الراوتر تكتب شو اي بي راوت راح يبين لك الكونكتد دايركتلي اللي مشبوكين بشكل مباشر على الراوتر. واضحه الفكره؟ فعشان اخلي بي سي 19 يصل مع بي سي 18، هاي الخط اللي هو هيك بده يكون مشبوك بهذا الشكل. بس هون ليش انا مش شابك؟ هاي مثلا هو مش هيك، هو مش كونسول، تمام. ايش هلا بنشبك سيريال، بنشبك كمان شوي، تمام. هاي شبكته على الكونسول عشان ما تفيش الراوتر ونضيف شو اسمه، بس هو ما بنشبك على الكونسول بهذا الشكل، تمام. طيب هلا هاي النتورك، هاي بدك تسأل حالك هيك دائما بالراوتنج بروتوكول، بدك تسأل حالك انا راوتر، هذا الراوتر ايش بعرف؟ بعرف اول اشي بعرفه انا الشبكات المتصلة علي اللي هي هاي الشبكة، تمام، وهاي الشبكة وهاي الشبكة، هدول الثلاث شبكات اللي أنا بعرفهم. وإذا بدخل على لو في configuration للانترفيس هذاك، إذا بدخل بكتب show IP route راح يبين لي كمان شبكة جنبها محطوط إيش؟ حرف السي إنها connected، تمام؟ طيب هذا الراوتر إيش بيعرف؟ أول سؤال بسأله لحاله شو الشبكات المتصلة علي؟ هاي الشبكة، صح؟ وهاي الشبكة تنتين. طيب هل أنا بعرف هاي الشبكة؟ أنا كراوتر 7 هل أنا بعرف هاي الشبكة؟ طيب كراوتر 6 هل أنا بعرف هاي الشبكة؟ طيب
كيف بدي اسوي كونكشن بينهم وارسل مثلا باكيتس ومسجز؟ لازم اشتغل راوتنج بروتوكول. بس راح احكي يا بدي استخدم ستاتيك راوت او دايناميك راوت، راح نجيهم بالمحاضرات الجايه. بس المهم عرفنا كيف بيشتغل الراوتر بشكل بسيط، وكيف انه صار في عندنا هون شبكتين مختلفات مشبوكات على الراوتر واشتغلوا فيش اي مشكله، صح؟